درنا اضعف شوط اول ملي جيت نلعب في وجده. الشوط الاول درنا خايب بزاف ونيتي كوم دي فونطوم راهو، خاصه في وسط الميدان ضيعنا بزاف كور وخلينا الخصم يلعب، وهذه معادله تذبح بها روحك راهو. تشوفوا الهدف كيفاش جا، جوار لقى روحو وحدو قدم ضرب وسمو. الشوط الثاني عدلنا اللي كان لازم نعدلوه، درنا مجهودات وخلينا، وتعرفوا واحد يخرج باش تخلي لي زيسباس.